وداعاً لهاجس الخوف عند مشاهدة الحيوانات المفترسة. أقفاص زجاجية تفصل زوار حظيرة موستلاند عن هذه الأسود الإفريقية النادرة والنمور البنغالية المهددة بالانقراض. تجربة أولى من نوعها وطنياً متواجدة حالياً بحظيرة التسلية والحيوانات موستلاند بمستغانم. قمنا بإحداث أو استحداث هذه المناطق الزجاجية الخاصة بالحيوانات المفترسة كالأسود والنمور. كنا نشوف طبعاً مع وجود الأمن والسلامة لهذه الفئة الحيوانية، لأنه كما نعرف هناك حوادث تترى على مستوى العالم بمثل هذه الحيوانات المفترسة. احنا ارتأينا أنها تكون زجاجية متعة للزائر وكذلك أمن وسلامة الزائر. تجربة أولية في القطر الوطني الحبيب اللي هي سكون أبل دونك دي فيزيت غيدي ولا دي في اي بي، معنى تاعها دونك هنا غادي يكونوا الزوار مباشرة يكونوا ان كونتاكت ديريكت افيك لانيمال سيرتو لي فوف. لي فوف عندنا لي ليون، عندنا لي تيغر، يشوفوا طريقة التغذية نتاعهم دونك لو ترافاي نتاع لانيمالي المعتني بالحيوانات، يشوفوا العمل نتاعو مباشرة مع هاد الحيوانات المفترسة. كذلك نشوفوا عمل الطبيب البيطري داخل الأقفاص الزجاجية. موستلاند استفادت من فتح 6 مساحات جديدة، 4 منها فضاءات مخصصة للعائلات في انتظار حديقة جديدة للألعاب ستدخل حيز الخدمة قريباً. المشروع سوف يكون لاستقطاب بعض الطيور أو البط لكانار إلى آخره، مع التهيئة الخارجية سوف تكون بالعشب الطبيعي وبعض الأشجار وكذلك أماكن للراحة. هذا مشروع أول. المشروع الثاني وهو كذلك لأول مرة في الحدائق الحيوانية المتواجدة بالجزائر، وهي إنشاء مناطق شبه حرة، يعني يبقى الحيوان على طبيعته بالأشجار بالصخور، يعني نتفادى المساحات الصغيرة المسيجة للحيوان، يعني باش الحيوان يكون على راحته وعلى طبيعته. حظيرة الترفيه والحيوانات موستلاند فضاء ترفيهي يضم حديقة للألعاب المائية وحديقة أخرى للحيوانات بها حوالي 100 حيوان من 36 صنف وفصيلة على غرار النمور الملكية البنغالية والذئاب القطبية البيضاء.